حبيت نقول للسيدة حواء إن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربي ما يغفرش الشرك، إنسان يشرك بالله، أما ما دون ذلك فيغفر لمن يشاء. ولذلك أنت يا باب الله مفتوح، الحمد يا ربي لهداك قبل ما أداك، بعد ما اكتشفت أنت بأنك على الضلال وبأنك كنت تؤذين خلق الله عن طريق السحر، وأنا لا أدري هل كان السحر تاعك حقيقي كسحر فرعون ولا كان عبارة عن شعوذة وتمخرق، ربي يقبل التوبة تاعك، والله صدقيني ربي يقبل التوبة تاعك. ولكن هناك أربع شروط ماذا بيا تسمعيها. أولا الندم على ما فات، العزم على أن لا تعود إلى هذا، والإقلاع فوراً، وربع رد المظالم. وش معنى رد المظالم؟ إذا كاين ناس حرتيهم وقادر الآن يعني تفكي هذا السحر، كاين ناس اللي درت لهم، ولكن ماشي بسحر آخر، هنا الواجب عليك تسارعين إلى فك ما هم به. قولي لي أنت لما اشتهرتي وليتي مشهورة بأنك تمارسي هذا السحر، ولو يجوك الناس ولو يدخلوا لك دراهم، ولو يجوني الناس ويجوا بالذهب والدراهم، صح انت تما كنتي ماشي قادره تولي اللور، صايب خاطرك يدخل دراهم وغراني وراجلك ما ولاش يزقي عليك، ولا صايب شاف شاف الحيه جبتي له دراهم صيبه. وهذوك الناس اللي كانوا يجوا لك تانيك شركاء في الاثم، هما اللي كانوا واه يجيبوا لي يعطوني، واني متاكد بلي شحال من خطره كنت ناويه تولي وتوبي. كيجوني يجيبوا لك اللي ما يعطيني الذهب، كيجوك وتشوفي الدراهم وكذا ويخوفونك بالفقر. لو كانت حبسيت ولي فقيره ومهيونه، هذيك من بعد كي يكون وحدي يجوا يقولوها لي، يقروا جوني ناس يقعدوا يقولوا لي في ودني هكذا، يقولوا لك غادي واش يقولوا لك؟ يقولوا لي لو كانت حبسي هذا الرزق حنا نجيبوا لك، حنا اللي رانا واقفين معك، رانا نجيبوا لك هذا الخير، رانا نجيبوا لك هذا الناس، رانا نعاونوك، لو كانت حبسي غادي تنفقري، غادي تولي طلابه. السيده حواء ما كملتش كلمتي، حبيت نذكرك كذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انا اليوم راني كما يقولوا راني راضي عليك، لان كنت شجاعه وجيتي البرنامج هذا امام الشعب، لانك انت ما كيش عارفه تعرفي كاع الناس اللي اذيتيهم، كانوا يجوا ليك وتدير لهم عمايل ويروحوا، ما كيش عارفه وين راهم هاد الناس، راهم في مستشفى المجانين، راهم مطلقين، راهم هابل علق روحه حرقت روحه، ما كيش عارفه راهي مطلقه راهي ما تولدش، ما على بالكش